السلام عليكم طلابي يعطيكم العافية اليوم بنرشح للصف التاسع الدرس الثاني اللي هو الاهتمام العالمي بالتراث في مادة التربية الوطنية بحكي لي في الكتاب تتعدد أوجه التراث وجزيئاته ويشكل ويشكل بعدا وجوديا لأي مجتمع ويمثل خصوصية لكل المجتمعات يعني كل مجتمع عندي في إله تراث خاص فيه بحكي لي بدأ الاهتمام بالتراث العالمي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ليش فكركم؟ لأنه عندي كثير من المواقع تعرضت للخراب والتدمير عشان هيك ظهرت عندي منظمة اسمها منظمة اليونسكو هاي المنظمة تابعة للأمم المتحدة الهدف الأساسي لهاي المنظمة اللي هو المساهمة في إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات الثقافية والتربية والتعليم لحتى يصير في عندي إحلال الاحترام العالمي للعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية طبعا منظمة اليونسكو بتدعم العديد من المشاريع من بينها اتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي بتهتم هاي المنظمة بالحضارات والتراث الطبيعي ثاني اتفاقية هي حماية حقوق الإنسان تسعى لتشجيع التعرف على التراث الثقافي والطبيعي وصيانته والحفاظ عليه طبعا كيف بتجسد هذا المسعى اللي هو التعرف على التراث الثقافي وطبيعته وصيانته والمحافظة عليه من خلال توقيعها على عدة اتفاقيات أول اتفاقية اتفاقية عام 1957 التي تهدف لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة الثاني اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي وقعت عام 1975 وثالث اتفاقية هي اتفاقية حماية التراث غير المادي عام 2006 طبعا عندي في الأردن في مؤسسات بتحافظ وبتحمي عندي التراث منها دائرة الأثار العامة طبعا بتتعاون مع الجامعة الأردنية ومعهد الأثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك لحتى يحموا عندي التراث من خلال عمليات الترميم والصيانة وبث الوعي بين المواطنين. هلا طلابي بدنا ننتقل لأهم المواقع الأردنية السياحية المدرج على قائمة التراث العالمي. أول موقع بدنا نحكي عنه اللي هو البتراء. بحكي لي تم اعتماد البتراء كأحد مواقع التراث العالمي عام 1985 نظرا لما تحويه من مواقع أثرية متعددة يعني البتراء مش بس صورة الخزنة اللي هي دايما في بالنا اللي احنا بنشوفها لا. البتراء مدينه كامله متكامله بناها الانباط اللي امتدت حضارتهم سبعه قرون من 600 قبل الميلاد لمية وستة ميلادي طبعا هي اهم المدن الاثريه في العالم وهي المقوم الاول في السياحه الاردنيه طبعا البتراء مش مدينه مبنيه البتراء مدينه منحوته في الصخر الرملي الملون يعني كامل المدينه منحوته في الصخر الرملي الملون طبعا البترة فازت بالمرتبة الثانية كإحدى عجائب الدنيا السبع في عام سبعة سبعة ألفين وسبعة هلا بدنا نحكي عن تاني موقع اللي هو قصير عمرة بحكي لي بلق قصير أو يقع قصير عمرة في البادية الشرقية على بعد خمسة وسبعين كيلو شرق مدينة عمان أنشئ في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ترجع شهر او ترجع شهرة هذا شهرة هذا القصر لوجود الصور والنقوش التي تتضمن مشاهد من رحلات الصيد والحيوانات اللي وجدت في المنطقة في تلك الحقبة او الحقبة اسفة ومنها الاسود والنمور والغزلان والنعم. هلا بدنا ننتقل ل او قبل ما ننتقل بحكي لي تم اعتماده كاحد مواقع التراث العالمي عام الخمسة وثمانين بني في القرن الأول الهجري في زمن الوليد بن عبد الملك واكتشفته بعثة علمية برئاسة لويس موزيل عام 1898 نيجي لأم الرصاص تقع على بعد 30 كيلومتر جنوب شرق مادبة تم إدراجها على قائمة التراث عام 2004 ليش؟ لاستيفائها عدة معايير منها هي تحفة من العبقرية الخلاقة للإنسان نظرا للصفات الفنية والتقنية للفسيفساء الموجودة على أرض كنيسة القديس إصطفان ولأنها مثال كامل للأبراج العامودية وترتبط ارتباطا قويا بالرهبانية وانتشار التوحيد وبالإضافة إلى وجود الكنائس يوجد برج بيزنطي يرتفع بمقدار 15 متر وكان هذا البرج في ذلك الزمن ملاذا للنساك الباحثين عن التوحد بقصد العزلة والتعبد يعني اللي كان بده ينعزل عشان يتعبد كان يروح ويقيم في هذا في هذا البرج البيزنطي نيجي لمنطقة جميلة جدا عندنا في الأردن وهي منطقة جنوب الأردن هي وادي رم وادي رم منطقة سياحية تقع على بعد 70 كيلومتر شمال مدينة العقبة وتوجد فيها نقوش عربية قديمة تشكل بدايات الخط العربي ومن المناظر الطبيعية المتنوعة التي يتكون منها وادي رم مجموعة من الممرات الضيقة وأقواس طبيعية ومنحدرات شاهقة وانهيارات أرضية ضخمة وكهوف ويوجد في الموقع أيضا نقوش وبقايا أثرية قديمة تؤرخ وجود الإنسان وتفاعله مع البيئة الطبيعية، ولهذا السبب ادرج في قائمة التراث العالمي عام 2011 لأنه موقع بيختلط بين الطبيعة والثقافة. آخر موقع راح نحكي عنه اللي موقع المعمودية المغطس. بحكيلي موقع المغطس يقع على بعد تسعة كيلومترات شمال البحر الميت، يضم منطقتين هما تل الخرار ومنطقة كنائس يوحنا المعمدان قرب نهر الأردن. هذا الموقع هو اللي عمد فيه السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان طبعا اعتمد موقع الحج المسيحي طبعا المسيحيين لما بدهم يحجوا موقع المعمودية المغطس من المواقع اللي بيحجوا فيها يتميز المغطس بآثار تعود إلى العصور الرومانية والبيزنطية مثل الكنائس والمعابد الصغيرة والأديرة والكهوف التي كانت تستخدم ملاجئ للنساك فضلا عن البرك المائية المخصصة للتعميد مما آخر موقع راح نحكي عنه اللي هو موقع المعمودية المغطس طبعا المغطس بقى على بعد تسعة كيلومترات شمال البحر الميت يضم منطقتين أثريتين رئيسيتين هما تل الخرار ومنطقة كنائس يوحنا المعمدان قرب نهر الأردن وهو الموقع الذي عمد فيه سيد المسيح على يد يوحنا المعمدان طبعا واعتمد موقع للحج المسيحي بتميز المختص بآثار تعد العصور الرومانية والبيزنطية مثل الكنائس والمعابد الصغيرة والأديرة والكهوف التي كانت تستخدم ملاجئ للنساك فضلا عن البرك المائية المخصصة للتعميد مما يدل على الأهمية الدينية لهذا المكان حيث أصبح يمثل مقصدا للحجاج المسيحيين وأدرج على قائمة التراث العالمي عام 2015 باسم موقع المعمودية طبعا هيك بيكون انتهى درسنا لازم تحلوا جميع الأسئلة يا شباب وصبايا ويعطيكم ألف عافية